بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. معاكم مطبخ سوبر ماما ام بدر. هعمل لكم النهارده بتنجان مخلل جميل وتغيير عن كل اللي بناكله او اللي كل الناس بتاكله. حلو قوي، هيعجبكم وفوق الروعه. بتنجان بالجزر والمقادير هوريها لكم دلوقتي، هيعجبكم. يلا نغير طعم البتنجان بتاعنا وشكل البتنجان بتاعنا وناكل اكل جديد. بتنجان بكل الوصفات هقولها لكم هيعجبكم، ويا ريت شير ولايك. في لو انتم بتتفرجوا عليا من على الفيس، في على اليوتيوب، هتتفرجوا على الفيس كده هتدوسوا على الفيديو ثلاث نقط من فوق، هتدوسوا عليها هتقول لكم يفتح لكم يعني يوتيوب، هتدوسوا عليه. اللي عايز يضيف لي حاجه، اللي عايز يشترك في قناتي يا ريت يعني يشرفني، اللي عايز يكتب لي تعليق انا بحبكم قوي. ويلا بينا نعمل بتنجان. طريقة البتنجان المخلل، بصوا هتجيبي البتنجانية تلفيها كده 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 عشان يبقى شكلها بوز كده وطلع حلوة، وبعد كده هتفتحها من النص فتحة صغيرة، ما ترجعيش للآخر عشان ما يتهرش منك، اهي يعني يا دوبك كده تبقى صغيرة اهي. تاني للبنات الصغنانين اللي لسه ما يعرفوش، اللي بيتعلموا اهي. لو انت بقى مش فاضيه ومستعجله زي اغلبيه الستات يعني هتشيليها كده، لو انت مش عارفه برضك وباظت منك هتبقى كده، لو انت شطوره بقى هتعمليها كده كده، بتبقى شكل البتنجانيه احلى. هنفتحها طبعا من النص بس ما ترجعيش السكينه للاخر، يا دوبك كده تديها بس شرطه عشان ما تتهرش وانت بتسلقيها او تتفتح منك. هنحطه بقى في حبه ميه ربع ساعه كده، من نص ساعه هايلين شويه من الوسخه اللي فيه طبعا، وبعد كده هنقوم شاطفينه شطفه كويسه، وهنحط له ملح وخل وهنحطه على النار، هوريكم برضك الطريقه. خلاص هنا بقى بص، حطينا كمان ليمونيه كبيره على حسب الكميه اللي انت هتعمليها، هتكتري هتزودي، وتقريبا ربع كوبايه خل، ده بقى بيخليه لونه حلو قوي وطعمه جميل. هيغلي معانا، اول ما يقرب نستوي هنعرف ازاي ان هو استوى. هنمسكها كده بايدينا او بالشوكه هتلاقيها بتتغرز بسرعه، احنا مش عايزينه مهري، هنخلي بالنا عشان ما يتهرش منكم. هحط لكم احلى بتنجان مخلل طبعا، هنحط هنظبط ملحه علشان الملح هو طبعا مخلل فهو يبقى مالح مش عادم، يعني لو عادم مش هيبقى ليه طعم قوي، طبعا لو مالح قوي مش هينفع يتاكل. هنظبط الملح بتاعه يعني هندوق الميه بتاعته، لو احنا مظبوطه كده تبقى، عشان لسه هنحط له ملح تاني في التتبيله اللي احنا هنعملها. بصي هنا بقى التوابل اللي احنا هنحطها على بعض دلوقتي علشان نحطهم ونخلي نخلي طعمه حلو وشكله حلو. ثوم، ملح، كزبرة، كير، حبة شطة ياما كده بقى عشان نخلي بيحب الشطة، انا مش عايز برضو براحته. وهنا عصفر، وهنحط هنحط بقى خل، وهنحط زيت، وهنحط ليمون. حطينا كده بقى كله على بعض، وهحط حبة خل على قد برضو الكمية اللي انت عايزاها، لا تقللي كمية قليلة، تحطي ممكن معلقة معلقتين، اللي ما بيحبش الخل برضو براحته، بس كل حاجة كده بتبقى يعني فوق بعضها بتبقى حلوة، هي كيمياء الاكل ده كيمياء شوية. هنحط بقى عصارة ليمون، انا هنقلبهم مع بعض، هندوق برضو ملحهم على اساس ان هو يبقى مظبوط. بصوا انا دورت على بنجر، دورت على بنجر بس انا ما لقيتش، انا بحبه برضو بالبنجر، بيبقى حلو قوي ولونه حلو يعني، عندي حد كاله قبل كده، اختي كلته وعجبها قوي، قالت لي انت كنت عامله بتنجان قبل كده على ابوه، قلت لها يعني ايه على ابوه، قالت لي يعني حلو قوي يعني مظبوط قوي ومظبوط خالص، فانا ما لقيتش خالص. لو اللي عايز برضه يعمله بنجر يعمل، اللي مش عايز خلاص ما يحبش، بس انا ما لقيتش، انا كان نفسي اعمله بنجر ان لونه بيبقى حلو قوي برضه ما لقيتش. بصي هتحطي حبه زيت حلوين عشان يلمعهولك من فوق، وهتظبطي بقى ايه ملحه، هيستوي البتنجان وهنعمله. بصوا انا بعمل كميه الصراحه، انا عيالي وانا بحب البتنجان، البتنجان سهل قوي وطعمه حلو قوي، يعني مخلل موجود عندك طول الوقت، ما بتحتاجيش تشتري مخلل من بره، بتاكلي بيه اي حاجه بقى، اي حاجه موجوده في البيت، كمان فلافل ولا فول ولا اكل شعبي او اكل كده بيبقى طعمه حلو قوي، بيحرش الاكل وبيبقى طعمه حلو يعني. حلاوه البتنجان انا احيانا باكله سندوتشات يعني، ممكن اعمل سندوتش كده اكله، مش من قله الاكل، لا انا بحب البتنجان وهو بيطلع طعمه حلو.
ولادي احيانا يقولوا لي ماما انا عايز سندوتش بتنجان مخلل بس، ما بدوش ياكلوا، ممكن لو عامله فراخ ولا حاجه يقول لي لا انا عايز بتنجان. فهو فعلا والله بيطلع طعمه جميل قوي وهيعجبكم. انتوا ممكن لو عملتوه بالطريقه دي هتاكلوا سندوتشات زي ما انا بقول لكم. بصوا الكاري في المخللات بيبقى بيفرق قوي في طعم المخلل، فانا حاطه برضو الكاري. الكاري حلو قوي وهيعجبكم، لما جربتوه بالكاري هيعجبكم قوي. اهو بص اتسلق بقى خلاص معايا دلوقتي، تقدري تجزيه كده بايدك لو انتي بتخافي يعني سخن بلاش، حطيه بالشوكه ولا حاجه هتلاقيه طري معاكي، برضو ما تخلوش طري منك علشان لو اتهرى هيبقى معجن قوي منك. بصوا بقى الخل والليمون خلى لونه موف ازاي، لونه بقى جميل يعني، يمكن التليفون مش مبينه قوي يعني. انا بقول ايه، هو الراجل عامله موف كده ليه؟ بتاعي بيطلع منه اسود. هو بيحط خل وليمون، والميه دي احنا مش هنكبها كلها، هنخلي منها حبة على جنب، هنحطها على المقادير اللي احنا هنحطها عليها التوابل. هنصفيه في مصفى، وبعد ما هنصفيه في مصفى عايزينه سخن بقى عشان ياخد طعم التوابل كده ويستوي كله في بعض، هيبقى حلو قوي. هنصفيه وهنحطه بقى دلوقتي على طول وهو سخن هنعمله، ده يفضل يعني. لو ما مش فاضية غصب عنك خلاص مش مشكلة زي ما يجي، بس هو سخن بيبقى احلى عشان بياخد التوم والتتبيلة بيعلي تيست فيه. بصوا بقى خلاص اهو هنبتدي بقى نعمل باذنجان. اول حاجه هنجيب هنا، بصوا هي سخنه شويه كده معلش، اللي احنا عملناها التوابل دي تحطي من جوه كده هتطلعيها بس خلاص كده. هنرجع تاني هنحطها، بصي لو طلعت معاكي واحده مش مفتوحه مش مشكله، احنا شاطرين اهو فتحناها بالسكينه بالمعلقه، طبعا هنحتاج سكينه ولا بايدينا عشان هو سخن، افضل يبقى سخن معانا. ايه هنكرر بقى الحكايه دي لحد ما نخلص كل البتنجان. حطينا هنا حبه ميه من بتاعه البتنجان، انا ما بسموهش بتنجان انا بسميه بتشينجان، انا بحبه قوي. بصي بقى انت ممكن تعملي كميه زي ما انا بعمل كده والزياده تشيليها معاكي في الفريزر، افرض ولادك ما بياكلوهوش انت ما بتاكلوش بس انت بتحبيه، بس بيجي احيانا واحد بيفصل والحاجه ما بيبقاش ليه نفس ليها، هتحطيها تعبي علبه زي دي كده اهوت اهي، هتعبيها وتحطيها عادي في الفريزر، وترشي عليها حبة زيت من فوق، طبعا احنا عصرين ليمون، هو مش محتاج ان احنا نعصر عليه ليمون، وهتدخليها الفريزر. لما تعوزي بقى عندك ضيوف، اللي عندك خلص عيالك بقى خلاص نفسهم في بتنجان عايزه تخللي، بدل يعني تعملي بالمره، طلعي بقى العلبه وتحطيها تحت عادي في التلاجة وتاكلي منها، بس هتطلعي شويه تبرد طبعا من التلج وهتاكلي منها. وهنكرر كل اللي احنا بنعمله ده تاني، هيعجبكم قوي طعمه. اهم حاجه برضو ان احنا هنسقطه كده في العلبه ذات نفسها اللي احنا بنعمل فيها عشان يبقى اخد من بره التوابل ومن جوه، هيبقى خلاص وظبطناه بقى اهو. بص الجمال، هتشيلي بقى اللي تشيليه في الفريزر او في التلاجة عادي من تحت لو انت بتاكلي منه، جيبي كميه واعمليها، التغيير مطلوب، مش لازم دايما اللي هو بالثوم بس، ده غيري ورجعي تاني برضو بالثوم، انا بحب بس اللي هو بالثوم برضو بيبقى سهل احيانا، غيري التغيير مطلوب ليكي ولولادك. بألف هنا وشفا يا رب على قلوبكم، ما تنسونيش بدعوة حلوة وشير ولايك عشان يصلك كل جديد، ويا ريت تفعلي الجرس، ريت في فوق كده هيلاقي ثلاث نقط هيتك عليهم هيقول له يوتيوب، هيتفرج ويعمل لي تعليق وشير ولايك. بشكركم، ربنا يخليكم ليا يا حبايبي.